هاي أربعين في الريتك. علقت الناس عليك عم مايلو. كده يجي رسائل بالملايين عشان خاطر كلب تبهدلنا وراك في المحاكم. تعمل زي كده؟ أنا مش عايز أجيب سيرة لأي حد باللي حصل. أي حد لو عارف الموضوع ده هيسموك. أنا بقول لك أهو. لو سمحت الموضوع ده يفضل بيني وبينك، ما يطلعش بره عشان عندنا فتحة خير. خد تعالى. أنا بكلمك. اخس. اخس على الأخلاق. ازيك يا عم عمرو؟ السلام عليكم. وعليكم. إيه الأخبار؟ الحمد لله. فلوس وصلت؟ فلوس إيه؟ فلوس الصفقات الجديدة اللي هنعملها. عندنا ملايين الملايين، الإدارة بتدعم، الإدارة بتزق، الإدارة بتنفخ، الإدارة عمالة تدينا عشان تدينا بجد على آخر الموسم. كلام حكيم، ده كلام حكيم من موريسيو حكيم. مش هكرر كلام الأسبوع اللي فات وأقول نيو 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 نيو، خلاص. إحنا أوريدي دخلنا في النيو، إحنا في نص النيو. ألو. أيوة يا ابني. حد يسحب منه الموبايلات خالص. ابعت للموريسيو. يا عم ابعت له. لا عادي، هو بيقبل الهدايا والعطايا. عايز ايه بقى؟ ابعت لي حاجه. ابعت له نص من غير ملح ماشي، وابعت له لوز، هو يحب اللوز قوي. ربع لا نص لوز بليمون. دي الاداره. وابعت له فستق. فستق امريكاني. فستق مملح بالملح والليمون. مملح ماشي. وكاجو. لا كاجو مش محمص عشان هو بيعمل دايت. جدع يا جدع يا عمرو. بس وهات لنا تمن لب سوري عادي عشان بحبه. مايلو. لا هات له مايلو ربع نيفا. سيبه ما تجيبلوش حاجه عشان هو تعبان. سيبه. ماشي يلا. ده الحساب. لا حساب الحاجه دي عند الموريسيو. ما تقولوش بقى انا قلتها يا ابني. ماشي يلا. انا مال انا. السلام عليكم. يلا ايه يا موريسيو، في حاجه ولا ايه؟ انا مالي يا ابني ومال المكسرات دي؟ انت مال الحاجات ايه؟ في ايه؟ حطهم في حسابات انتقالات. لا ما هي جايب اسمك اصلا. اسمها ايه؟ يعني زي استقبال لعيب. تبقى كده في الفطور. استقبال لعيب. محرز لما جه كل 2 كيلو مكسرات. وتخصم من راتبهم. حسام عوار خد لوز عشان جاي من فرنسا. صح. وتخصم من راتبهم. بالظبط. صحيح. بالظبط. This month هنبتدي الدوري الانجليزي. اوكي. من احنا كنا بنبدا ايه؟ كنا بنبدا الماتشات الوديه. يا حيوان. صحيح. يا حيوان. صحيح. شهر اغسطس اللي داخلين عليه. لا 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 تقلش كده. شهر اسمه ايه؟ شهر اغوتسون. 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 اي اقولها تاني بقى عشان حسام عواغ. اي اقولها بقى كده. اغوتسون. 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 بس هي دي. عندنا في ويست هام، وولفز، ومانشستر سيتي. مش رايح. هو ايه اللي مش رايح؟ مش رايح ماتش مانشستر سيتي ده. عندي مع الدكتور. ايه؟ عندي مع الدكتور. عندك مع الدكتور يوم 26؟ 26. ماتش الساعه كام؟ الغي الماتش الساعه كام؟ انت الدكتور الساعه كام؟ لا ما انت انا بسالك على الماتش. ماتش اهم. الدكتور الساعه كام؟ 9. ايه 9 بالليل. الماتش ده 6 وربع. لحظه واحده. الو. تسنيم عامل ايه؟ بقول لي بلغ الدكتور الميعاد اجليه للساعه 6 وربع. لا كشف طارق بس عشان عندي حوار. 6 وربع يوم 26 بالظبط. ماشي. عليا وعلى سنيني السوداء. يلا مورس. طب بص اقولك على حاجة. هنبتديها هروب وخوف وندالة وقلة ادب. مش هينفع. هو السيتي جابوا مين؟ السيتي يجيب اللي يجيبه. ودايما نحطه في جيبه. بص بقى الكلام. طب ما انت عارف هو عم عمرو. طيب حلو اهو. ما قلقني ليه؟ ما انت عارف وحلو اهو. ليه مقلقني؟ انت اللي مقلق. طب يبقى خش بقلب جامد. يلا بينا. وكابتن مدحت هيشهد على اول 3 نقاط. يا سلام. امام السيتي خلاص، لان احنا نخسر ويست هام وولفز عادي. المهم نكسب السيتي. ولكن قبل السيتي هناك الولفز والويست هام والصفقات. يبقى دلوقتي في ايه؟ صفقات. اتفضل. يلا يا استاذ عشان موريسيو عنده هياكل دلوقتي. يلا اتفضلوا. ايه بقى بتقول ايه؟ نكيتيا جاي له ايه؟ لون اوفر. ايه لون اوفر ده؟ اعاره. اعاره. ايه يا حاجه الاعاره دي؟ ريجكت. كيمبيمبي. بارتي جاله البايرن ريجكت. كيمبيمبي جاله ريال مدريد ريجكت. اكسبت بقى.
كوليبالي جاي له ليفربول ريجكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تيرني جاي له ايا كان باريس سان جيرمان ب 90 مليون ريجكت بيكوز ذيس از موريسيو هير. بلايرز لاف تو بلاي ويز موريسيو دي كانت جو تو اذر تيمز وايل موريسيو از هير. I don't want to speak English. I like to speak with my heart. Players come to me. I don't sell players. أنا ببيع بس اللعيبة اللي أنا عايز أبيعها. حد يشتري مني؟ لا. مش أنا حبيبي. مش أنا بابا. في حاجة لا. صليبة جاي له عرض. وكريستينسن جاي له عرض. خلي بالك الواد ده جبته ببلاش. 33 مليون ومعروض عليه 41. موريسيو بيجيب فلوس للنادي. عرفت ليه انا الموريسيو مدرب كبير؟ لاني بطعم النادي بفلوس وبجيب بطولات. صحيح. فيعود الفيدباك والرايت باك علينا. ريجكت. ايه؟ سليبة. عايز تروح سبورتنج؟ عايز تلعب هناك في الدوري البرتغالي؟ انا كنت اشوفك في حاجة اكبر من كده. ولكن بيلعبوا دوري ابطال اوروبا. هتكسب الدوري البرتغالي باذن الله لو بورتو سابوك. ربنا يوفقك يا ابني. ومعلش عندنا مدافعين جامدين جدا وحقبة الموريسيو لا تستحمل ناشئين نص نص. لا ناشئين كبار. صحيح. ايه ده بقى عم عمرو عشان الصفقة دي تقيلة قوي. ها الصفقة دي ايه؟ هنجيب مين؟ رونالدينيو. الصفقة دي تقيلة قوي. مين؟ قوي. الواد ده ابننا عروستي. حلو. اسمر زينا. حلو. عرفته؟ دينابري. صح. من بلدياتنا. صح يا جدع. الواد دينابري اتظلم عندنا وعايزين نرجع له حاجه. اقول لك على حاجه، برغم ان انا معايا رحيم، ولكن رحيم ما يلعبش في البايرن. شوف انا بقدر قد ايه البايرن، مش عايز اضحك عليك. انا ممكن اقول لك خد رحيم وهات ولا يهمني. خلاص انا عايز لاعب من الاخر، عايز ادفع فيه 70 مليون يورو. 70. شوف ازاي مش جاي لك بقى اقول لك 86 و68 على طول. وسلم كلوز ان شاء الله 15% لما يباع في الخليج. ايه رايك نقول مبروك؟ ده قليل ادب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايزين مين؟ عايزين ابني. بص يا باشا، اقفل ولا اتكلم مع بالذوق؟ اقفل النقاشات. ما تتكلمش تاني على سكه. خلاص ونقول 75 300. عايز 111. عامل ايه؟ قول له لا. سوري 75 800. 80 مليون 80 مليون. فكر ورد عليا. اوكي تاخد رحيم ستيرلينج ولا والله العظيم يلبسك فيه تحر. اوكي اتفضل اهو التيشيرت بتاعته فوق. ايه يعني فرانكفورت عرض على صليبة 25 800. العروض بتتهتف عليك. ولا عايز ترجع المانيا؟ هو اصلا كان بيلعب في المانيا وانت قاعد كده تغف كده. مين ده اللي عايز يرجع المانيا؟ يلا روح المانيا. المانيا حلو. اللي يجي لك يا ابني انا عايز ابيع ستيرلينج بتجيبوا لي عروض. يا نهار اسود. اكسبت. يا نهار اسود. انا شفت اكسبت. بس اكسبت مين ده كيفن دي بروين الجديد. اسحاق جاي له عروض. بص 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 النيله اللي احنا فيها. بص النيله اللي احنا فيها. ريجكت جايز ريجكت. يا شباب ايه ولاد في ايه اللي دخل العيال دي على عم عمرو؟ الناس دي قالت لي من امبارح بعد ايه كلموني قالوا لي عايزين نقعد مع الموريسيو. ايه يا عم نيلسون؟ ايه يا جواندوزي؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ في ايه بتبص لي كده ليه انتوا الاثنين؟ في ايه؟ عايزين تلعبوا. طب ما تقول عايز العب. خلص نفسك وقول عايز العب. انت قلقان من حسام عوار يا جواندو؟ خايف. خايف منه؟ تخافش يا جواندو يا باشا؟ لو خايف ما عندوش ثقه في نفسه نبيع ونطلعه عار. تتباع انت ولا يتباع جواندوسي؟ شوف اخرجت عمرو ازاي قدامك اهو. صحيح. شوف 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 خليته وشه قلب على بنفسجي ازاي دلوقتي عشان انت لاعب محترم. جواندو اتفضل يا جواندو ما تتكلمش في التشكيل. اتفضل وهشوف ايه اللي احسن للفريق وهعمله. انت في حسابات يا جواندو ما رضيتش هبيعك. لو هبيع هبيع توريرا. نيلسون اقعد على جنب اقعد على جنب. مفيش حد بيلعب على السكه عشان اكون صريح معاك يعني. اتفضل. اول ماتش في الدوري يا عم عمرو. وديربي. وويست هام. واسحاق وساكا وستيرلينج عشان الكلام اللي بيتقال في الصحافه يتاكد انه كله اشاعات. رحيم لاعب في الارسنال. لعيب لا لا مش عارف اجز. لعيب رحيم لا هو معانا يعني. كل دي اشاعات. صح يا عم عمرو؟ لا مش صح. صح صح. جواندوزي موريسيو عايزين نبيعه. ودي اشاعات بيحب يهرب. موريسيو عشان نفسيه اللاعب. موريسيو ما ينفعش. ممكن في عايزين نبيعه. ما ينفعش. احنا نلبسه لازم تديله عشان يقعد. ماشي
شكرين يا عم ستيرلينج، مفيش اي حاجه ولا انسى اشاعات. تيرني جيمس كوليبالي كيمبيمبي بارتي جواندوزي اودي ولينو في حراسه المرمى. اول 3 بوينتس ناخدهم بديربي، ناخدهم بشياكه، ناخدهم بشرف. عندنا على الدكه مين؟ عندنا محرز، عندنا انتوا مالكم مال الدكه؟ ما تلعب يا ابني وخلاص وخليك في حالك. ميرسي يا رشا، ميرسي يا رشا. ولو سمحت مش عايز اتكلم في اي مواضيع خارج كره القدم وماتش ويست هام، وانتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه. بعد اذنكم، حد عنده كلام يتوجه للمحكمه او لمحكمه الاسر او لاتحاد الكوره. بعد اذنكم نبدا وقائع المؤتمر الصحفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اولى مؤتمراتنا الصحفيه لهذا السيزون بعون الله. صبح تاتا يا موريسيو، وحشني. 2-3 وحشني يا عبد الحميد. من قتل مر الظاهر ان مفيش فايده. واضح ان مر من قتل مر. التعاطف بتاعه كصحفي مؤثر عليكم، مش عارفين تسالوا في مجرى موريسيو المباراه. لا لا، انا هقول لك على حاجه. بعد اذنك تحدث كره يا عبد الحميد. المدرب الكبير العملاق عمر خالد صرح في تصريح سابق لأحد وسائل الإعلام الأسبانية وأشار المدرب كبير على أنهي أساس؟ لحظة واحدة. تمام. إلى أن هناك مدرب. حلوة الحاجات اللي حطيناها دي. أوكي. إلى أن هناك مدرب فقاعة وأشار بالاسم وقال الموريسيو يقف خلف جريمة مارك. علم ده اللي خسر نهائي دوري الأبطال والدوري؟ على رأيك نهائي دوري الأبطال مش زيك. مش زيك سعد رابع بالعافية. جاوب بقى، من قتل مارك؟ تقدر تسأل في المحكمة أو تقدر تتكلم مع المحامي بتاعي، أنا ما عنديش أقوال أقولها، ولكن القتل الحقيقي سيحدث اليوم في مباراة ويست هام في وسط الجمهور بصفقات الجديدة، سيصبحوا مجرمين. البعض يقول ويشير إلى أن الإدارة لا تدعم الموريسيو بلابيسيو. لا إزاي؟ كريستينسن ده أكبر مثال، الإدارة شكرتني عليه، الإدارة لسه موفرة لي فوق 100 مليون صفقات لحسم صفقات لكسب الدوري، وهثبت لكم ده بإذن الله وأنا ماشي. أنا خلصت، لو أنت عايز تضيف حاجة. وأنا خلصت ومش عايز أضيف أي حاجة. ولا عايز تسأل عن مارك تاني؟ يا راجل بلاش أقرب بقى وقلة أدب بقى. أوه هو هو موريسيو ده معاهم. أوه على الحلوة والمرة معاكم. عمري ما أحب غير الأرسنال ولا في غيره يفرحني. كل سنة بنطلع رابع وإن شاء الله السنة دي كمان. من تلتة شمال بنهز جبال، بنقول يا ترني انت وجيمز انتوا الجامدين، وساكونيا هو واللينو هو كوليبالي هو والفرقه هي. لا 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 يا اوديجارد وكمان اسحاق والواد جواندوزي هو كمان. سلام سلام، بقى لينا نشيد. شايف حافظ انت النشيد زي ما انا حافظه كده؟ تعرف تقول مع الجمهور كده حافظ انت الكلام؟ خلاص شاب خلاص، حتى مش حافظ وقت. روح حضه يا مايلو، روح حضه. هيلا هيلا وهيلا هيلا هو الموريسيو هو هو. هيلا هيلا وهيلا هيلا هو الموريسيو هو هو. يلا هيلا هيلا وهيلا هيلا هو الموريسيو هو هو. ما يضربش في ظهرك كده، ما يضربش في ظهرك كده. فرنانس خطر، واجهة خطيرة. ايه ده؟ كولوبالي، كولوبالي صفقة صفقة. موريسيو اللعيبة مخستها ليه؟ ايه ده بس، ايه ده بس، عليهم اول سيزون. اللعيبه مخستها عليه اول سيزون. دولبرج دولبرج الواد ده قلت عليه خطر، قلت عليه خطر قوي يا ابني. استناه لو هيفتح لك استناه تحت. احيه يا لهوي يا اما. بارتي 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 حاسب بارتي. طب ايه، ننسحب ولا ايه؟ سمع الجمهور العب كوره. اه يا ليالي يا ليالي
اللي نسد العلي اه يا ليالي يا ليالي اللي نسد العلي يا حكم يا حكم اه يا ليالي يا ليالي ده انذار ده حكم والله انذار حكم ضرب الجزاء اضغط اضغط بتيجي ضرب اسحاق هيشوط لا 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 مش لا ودي امشيه امشيه ها ماشي الحق الحق ايه الحق جابوا اندريا سيلفا بس نجيب احنا كريستيانو الحق نجيب كريستيانو والنبي الحق يا عم كريستيانو عايز العب إيه؟ مع ده عنده 40 سنة عايز العب مع الدون معلش هتلعب معايا بالله عليك عايز هيبقى مدرب عايز ادرب الدون هو خلاص ادرب الدون يا اخي معلش هتبقى مساعد يا اخي عايز ادرب الدون يا اخي تدرب الدون اه ادرب الدون ده كده يا عم ده انا كل تاريخي ده ما ضربتش الدون يا عم عايزين ادرب الدون طب بقول لك يا موريسيو ما تيجي انت عارف يا اخي ان انا عمري ولا دربت ميسي ولا رونالدو بس الفرصه جت نجيب كريستيانو وميسي مع بعض يبقوا شويه فكه ليه كبروا في السن ها لا سيبك من الماتش ركز معايا استنى يا عم الله يخرب بيتك استنى الفريق بيهبط مننا يلا سكون يلا سكون ما تديش لده ده حمار ده ما تدلوش يا ولد يا الولا ولا هو مارو مارو هو الولا ولا هو مارو مارو سمع الجماهير سمع الجماهير بتقول الولا ولا هو بعشاهم. الولا مارا هو بعشاهم. اعمل حاجة بوس ايدك طالع صح صح جيري. صح صح وامنت 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 صفر يا حاكم خلص عشان بتقول له ليه نخرج بالشوط ده كده بتقول له ليه نخرج بالشوط ده كده بص يا شباب زار انا دلعت واديت فرص لاكتر يعني ناس صحيح واخده فوق حجمها وزياده خلاص حيم ستيرلينج اشاعات تطلع بره خلاص هينزل لي رياض محرز تقول لي رياض محرز على الشمال اقول لك ما هو ساكا بيلعب يمين وشمال ساكا يجي شمال ومحرز يجي يمين جوندوزي اللي كان نفسه يلعب وعامل اداء زي الخرى يطلع وينزل صفقات ايه حسام عوار انا عايز الماتش ده يفتح عايز الماتش ده يفتح وسخن مويس كيم عشان الكلب اسحاق لو ما جابش جول في خلال 75 52 دقيقه يطلع بره ليتس جو جايز لا بحبكم يلا زيدي عوار زيدي عوار واعمل لي الجانب الهجوم يلا ايه ده ليه ترني كده ليه ترني بتدلع كده بص سكه بص سكه بص سكه بص سكه بص سكه بص سكه اهو طلع بره وكنا بعناه كان جاي لنا فيه هو جنابري يا عم والله العظيم كنا كسبنا موريسيو سيبنا لعيب خبره جنابري واسترزقنا ببيع ولا سكه احترم نفسك ساكا ده هيبقى هياخد البالون دور يا عم معايا في الارسنال البالون دور بيوزعوها في الاشارات دي يا ابني انت لا 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 ده هزار ده هزار احنا بنهزر بنهزر حسبي الله ونعم الوكيل الدوري صعب مع عمرو الدوري صعب ايه ده ايه ساكا ده يخرب بيتك رايح 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 في ايه جرايه اهطل في ايه مين ده كيمبيمبي مش عارف فيه ايه العيال مالها مطرخه عايز عايز يمشي يا ابني هو اي حد يبقى هو عايز يمشي ما هو كلمني في الموضوع ده هيقعد عنده عقد ويقعد عشان كده جاله عرض ريال مدريد هيقعد شوف انا اللي بقول لك ايه نفكر في جون بص يا ابن اللعيبه ده كمان ده بيعمل اسيستات رايح رايح حسام يلا يا حسام ايه ده ايه ده في يا جماعه في يا جماعه هي العيال مالها كده عامله كده ليه العيال دي ضربه بنادول العيال عامله كده ليه تسمع مني ضربه بنادول هنلبس جول والله هنلبس جول والله انا قلقان من اللي احنا بنعمله ده والله البس جول والله والله اللي احنا بنعمله ده مقلقني الواد عمال ينزل لي صفقه ايه ده مين بص مين عندهم ايه دي بروين هازارد صغنطت يا عم قلقتني انا قلت جابوا لعيب كبير هو ده لعيب كبير ده يا عم على قده هو موريسيو ادي اللعيبه حجمها هو دي بروين يا حمار يا ادي اللعيبه حجمها ده لعيب على قده يا ولد حلوه عوار يا علبي عواره مع عوار هيا دي هيا دي ادي 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 يفضلوا يعوروا فينا او رياض محرز ايه بتاع الزرقاء دي ايه اللي لابسه ازرق ده بتاع سيتي ليه خلاص خلاص احنا بنلعب وحش خلاص نو مور نو مور
شايف شايف المدرب الكبير صح. يفضل يستقبل 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 ولما يلدع يلسوع عروف على طول ده بيج بيج مانجر بيج مانجر صح تحت بقى ها ودي يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه ودي حلو قوي ودي حلو قوي ودي الواد ده دي بروين هيقلب دي بروين يلا يلا تعالى مويس سكين تعالى مويس سكين بدل السخاره ده يلا سلم على الجمهور سلم على الجمهور استقبلوه عندك منافسه يا اسحاق عندك منافسه يا اسحاق انت هداف دوري اه بس في منافسه وفي انكاتيا نحط التاني نحط التاني جمهورنا عايز التاني من طب خلاص نأمن على الاول نأمن على الاول ده كوليبالي كوليبالي هيرفع كوليبالي وانت خبر اسود خبر اسود يا خبر اسود يا خبر اسود يا خبر اسود يا خبر اسود على بدايه الموسم بدايه الموسم كده هم يستحقوا جول بيج مانجر يقول الحقيقه يستحقوا ده ديزيرف اللي يقول الحقيقه بيج مانجر هات كوبا لا 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 ما يفوتش كده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يخرب بيوتكم الله يخرب بيوتكم ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده اللعيب الكبير اللي نزل؟ بيج مانجر بيعرف بيج مانجر الكلب قلت لك انا خفت ازاي لما نزل ليه؟ ارجع كده بالذاكره ارجع انا عملت ازاي؟ رجعت شفت؟ لا انا خفت؟ اه هيصفر؟ عارف احلى حاجه فيه الله يرحمه مش موجود كان زمانه جه يو ذا وي كذب ليلى فيرست ماني مانج وورست وفيرست كذب يلا معلش لا شمته في الموت ايه في الماتش ده حكم يا ابن الصرمه ايه في الماتش ده وسي بوينتس اوكي ديربي حلو معلش معلش ما تتخانقوش ما خلاص خلاص انا اكسب السيتي خلاص ولكن يعني قبل ما نسأل أي سؤال نقدر نقول خلص خلص يا حبيبي يا جماعة فين مدرب الويست هام الكسبان فين؟ لا أنا عايز أعمل مع ده انترفيو مش ده ده فقاعة على الأبيض فين بقى مدرب ويست هام؟ ديفيد مويس فعنده مؤتمر صحفي أستاذ ديفيد طيب يخلص ويجي لي عشان أنا مش هقعد مع الفقاعات دول أي رشا تعالي اسأليه That'll be all. Thank you. Thank you. كمان حدوتي عدنتي تي. Thank you. أنا مستنيك برا. هخلص بس أشوف الأوردرات بتاعت الباتون سليل والبتيفور جات ولا لا. بقول للإدارة جنابري قالوا لي ورد براوز على آخرك عشان 1-0 بتاعك. مش قصتي مشاكلك حلها. أنا راح أشوف الباتون سليل. السلام عليكم. تفضل حضرتك تفضل حضرتك تفضل. عايزين وإيه اللي وداه ألمانيا ورد براوز ده؟ لعيب إنجليزي يعني حاسه مش مبسوط. والله انت فاهم ازاي انا ممكن اديك لاعب من نص الملعب انا عندي لعيبه نص ملعب محترمين قوي عندي مثلا لوكاس تورير انت فاهم ازاي بنفس المواصفات لاعب غبي ولكن ينفع في المانيا واخد لي بالك ازاي اديك عليه 10 مليون وسيلون كلوس 15 كده العقد زي الفل والله العظيم زي الفل ولوز اللوز قال لي عايز 20 مليون اقول له ماشي نخلص شايف كده شايف كده ده يا عم توريرا ده ب 30 خلص يا عم بقى خلص كتير كتير هنلاقي مش 15 اقول له 15 كتير قال له 15 15 مليون 15 مليون و 15% اوكي قال لك عايز مصمم ال 20 16 ما اقدرش ما اقدرش 16 500 16 800 اوكي اوكي نسائي مبروك اوكي ثانك يو مبروك عليك لوكاس تورير لاعب غلب لكل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا ورد اتفضل لا تاني يا انا مسعد يا موريسيو بتاع البوفيه هنا انا فاكره الولد بيتكلم ازيك يا مسعد ايه الاخبار عامل عامل ايه انت نورتنا تاني من ساعه صفقه عوار معلش بس عندي صفقات الله يخليك طب نطلب ايه بقى النهارده نحب نجرب ايه ودي لك انجلش تي
هات له الشاي الانجليزي يا مسعد. الشاي الايه اللي هو ايه سكر بره فتله يعني فتله هات له شاي فتله سكر بره. كام واحد اجيب كام واحد؟ هات واحد بس الايجنت بتاعه. طيب حضرتك تحب تجرب معانا النهارده اي حلويات؟ لا انا تمام والله. لا يعني عامل دايت الفتره دي فاهم الدكتور. طب نجرب الشوكليت كيك مع الشاي بتبقى رهيبه. لا لا مش بتبقى حلوه والله صدقني. لا بتبقى رهيبه والله العظيم. طب كيكه الجزر؟ والله العظيم ما بتبقى حلوه. لا كيكه الجزر طيب خلاص عشان عندنا اتفاقات وكده فاهم ازاي. بعد اذنك يا مسعد ثلاثة انجلش تيب وفتله يبقى هتمدي واخد بالك خلاص واربعه كيكه جزر عشان هقعد معاهم. ماشي يلا. لو عوزت تاني حاجه موريس انت اسخف بني ادم شفته. الله يخليك يا مسعد. اتفضل يا مسعد اتفضل. طبعا هنمدي بسبب الحاجات اللي جابت خلاص انت عارف ازاي اللي هي دبستها يعني لازم نمدي يعني. انت بتاخد كام في المانيا؟ بتاخد 43. انا عارف الاجور في المانيا قليله. احنا نقول ايه؟ نقول نديك 50,000 في الاسبوع. حلوه ايه رايك تلعب في الارسنال والتشامبيونز ليج وشغل عالي ومن غير بونص خلاص. انا بقى ده انا جايبك عند امك يعني فاهم ازاي. المفروض انت اللي تديني بونص. ايه ده في ايه؟ احرج. قال لي ده الواد محمد النني بياخد 80 يبقى انت ازاي بتتكلم معايا كده. طب كلام اخذ وعطى بس يعني لو انت هتقوم انا هقوم قبلك. اتفضل اتفضل. شوف عملت له ازاي. نمر الغي حاجه يا مسعد. هو ما موريس جاب انت النور هنا ليه؟ هم تشجيعهم كده للولفز. شايف الإدارة بتعمل معنا إيه؟ شايف الإدارة؟ خلت واحد زي وورد براوزي حرج. إيه ده؟ موراتسيو في إيه؟ حجازي متقال. فين حجازي متقال ده؟ الواد ده متخلف ولا ايه يا جدعان؟ وعايزنا نكسب دوري. على الحلاوة حلاوة. ايه ده حجازي متقل؟ بلدي ده جايبينه؟ نجا ونجا وبص على الحلاوة حلاوة. ده ولفي بحبه قوي ونجا سيشتتنا على الماتش ده. تعالى قول يا حلو بلا بل تع. قال ايه موريس الصندوق ده يعني ايه؟ يقصد ايه بالصندوق؟ جابوا ماتب. ده الصندوق؟ قال لما موريسيو وامبولو موريسيو امبولو ده من السنه اللي فاتت رجعوا التراوري. ايه تعال نخلص في دوندونكر دوندفينكر ده اشاعات يا رحيم اشاعات ركز. موريسيو بلاباسيو موريسيو بلاباسيو بلاباسيو بلاباسيو. شفت جمهورنا بيجي ورانا ازاي في اي حته؟ لا وقالوا خدت بالك قالوا سلام يا موريسيو. موريسيو انا مش شايف حاجه. شمس. لا وليه الحكم لاعب الاثنين بنفس الطقم؟ نفس الطقم يا احمر ده برتقاني وده احمر. ما في السمس الاثنين نفس اللون. لا اللعيبه شايفه. انت شايف؟ انا شايف. لا توجههم غلط. حاسب. ايه؟ حاسب. مش حاسي. انا حاسك بتحن له يا موريسيو. حاسي. يا مفيش فايده. صح رايح رحيم هضيعها. اشاعات هضيعها يا موريسيو. اشاعات يا رحيم هضيعها يا موريسيو. اشاعات الفلوس دي كانت نجسه. انا قلت لك يا موريسيو قلت لك هضيعها. الفلوس دي نجسه. انا قلت لك هيضيعها. الواد ده مش تمام. الواد ده مش تمام والله. واتش اوت واتش اوت واتش اوت. يا موريسيو حلو عواريته حلو عواريته. اوعى يا ابني الكلب بنت ده يا ابني ده بيلعب ضدنا. دي مؤامره يا عوار. بقى حط عوار مفتوحة. ماشي. ايه ده؟ شفتها؟ لا انا كنت كانت في الفور. شوف ده بص بص يا قلة الادب. الواد ده شكله بص ما ينفجر. لا جبل هيعدوها ولا ايه؟ لا 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 بوم بوم. شافوا طلع اداله بوم. لا 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 عالمية دي من نص الملعب. عالمية دي بوم. يا ابن اللعيبة يا وادي يا وصل قلة الادب. بص بيقول لأرسنال انا انا اللي جاي. عاش. تو جارز تو جيمز. يا
يا ولد يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا اودي عاش ودي بوم بوم موراتشو دي vamos vamos لا ده شغل ده 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 شغل ده شغل رايق ده ليه كم مره ضربوا عليه عمرو عمرو امبارح دي ثلاثه كم مره ثلاثه فرست تايم نو مور في ايه شنو وسط ايام ولا ايه يا ولد سلام فتحوا والله فتحوا خلص خلص ساك خلص ساك اتس يور تايم يور تايم يور تايم برضه هو تعالى تعالى يلا 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 وير دوينج جود 100 100 يلا رحيم تعالى مارتينيلي تعالى وريله الجبهه الشمال بتشتغل ازاي شوهم جود صح عوار قوي صح عوار قوي على الرايق على الرايق عوار حلوه ليه راح اسحاق عايز يمشي المكنه ليه رجع ليه رجع كده عايز تتزيد شويه اتزيتت قبل الاهداف بقى طلع قماش انقل انقل بسرعه انقل بسرعه ودي خلصت يا اسحاق نظفها يا اسحاق نظفها يا اسحاق نظفها يا اسحاق عاش عاش انت لا موريس نمشي بقى احترم الخصم يا ولد احترم الخصم يا ولد هو ده يلا اصحوا يلا اصحوا عندنا ماتشات وعندنا جوان وعندنا جوائز خد اجواندو تعالى رياض اطلع بره سكة اظبط الدنيا سكة عشان ممكن اقلب عليك قلت لك يا محر شيل البتاع الزرقاء اللي فيه قلت لك يا ابني تشيلها له هو عايز يلعب بيها يعني ايه يلعب بيها هو عايز يلعب بيها هو احنا ولا ليستر ولا مانشستر سيتي ايه البتاع الزرقاء دي ولا الجزائر حتى كان ياريتها خضراء سيبه يلعب بيها موريسيو خلاص بقى ما تضايقش الواد يا رياض العب كرة رياضي احنا مش السيتي هنا حبيبي صح يا جيمس ضغط يا جيمس مع ايه يا جيمس ده ليه كده ليه كده هاي لنا لينو شوف المدرب عصبي طلعه على طول ده كان لسه نازل اه لا ده كان بيلعب من الاول بس ضيع الفرصة فهم يطلعوا اه مدربين بيج مانجرز هو زيك بيج مانجر معلش كلين شيت النهارده كلين شيت ايه ده في ايه ده على اساس ايه يلا ايه ده في ايه على اساس مين مصطفى واقف في الجون هي دي يلا اصحى يلا اصحى بقول لك لسه بتزيد بس هو اتحرك حلو ومشي حلو فضل الفينش هفكر نبيعه هو وساكا وستيرلينج الصراحه يا نهار اسود ده كسر الكاميرا كانت الكوره كانت تيجي في الكاميرا وكان هيلبسها لنا دلوقتي عايزين نبيع اسحاق وساكا وستيرلينج الصراحه اه صح وايه تاني نبيع معاهم اوديجارد صحيح وايه تاني كوليبالي وكيمبيمبي اه عارف هنبيع ايه كمان ايه بس مش هقول لك بقى عشان ايه اللعيبه ما تسمعناش لا عيب يا موريسيو عيب صفر حكم بالله عليك خلاص يعني خلاص خلاص ايه يا ابني خلاص ايه خلاص خلاص ايه this is Arsenal 3 points 3 points for me today 3 points vamos كده احلى ولا كده دي لا كده 3 points for me today 3 points ولا كده كده بقى 3 points for me 3 points جالك عرض اوبا من بنفيكا اكسبت لسه هتكلم معاه اكسبت على طول يلا والله عشان ورانا حاجات ثانيه عايزين نخلص يلا اكسبت على طول اوكي باي باي اوبا توحشت جدا يلا لسه هنتكلم معاه يلا بسلم لي على خالتك في الجابون بدانا بدايه غير موفقه يا اولاد امام ويست هام ضيعنا 3 نقط ورجعنا وعملنا ماتش كبير بالثلاثه امام وولفز النهارده نختم الشهر حلو نقول للناس لا انا مش جاي اكسب ماتش واخسر انا جاي افوز ولكن كانت كبوه في الاول صفقات الاداره معصلجه معانا الإدارة بتقول الصفقات هتتأخر عشان يجي الثلاث نقط وروا بقى الفريق والإدارة إن احنا نستحق صح يا عم عمرو ولا إيه؟ صح ماتش كبير والسيتي بيصرف وبطل الدوري
وفاكر السنه دي وبفكره ان احنا اللي جايين. النهارده مفكر كلام اتكلمنا دلع ودلعنا اجازات وخدنا والمكنه لسه ما اشتغلتش. تشتغل النهارده قدام الاقرع هيهاجم علينا. بس بس ستيرلينج اي تراست يو. كل الناس بتقول انك ماشي انت قاعد انت معانا يا ستيرلينج. اثبت لي مره عملت اساس صغير مش محسوب. هشوف حاجه كبيره النهارده امام السيتي خليهم يقولوا ينعلقوا اليوم اللي مشينا فيه رحيم. تمام اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا وقاع المؤتمر الصحفي. يوفا مارك دي مش هتاثر فيا واتمنى يكون التحقيق معاكم. السلام عليكم حبيبي. السلام عليك يا كبير حبيبي. والله العظيم وحشتي جدا. والله تحشك تحشك كتير. والله العظيم وحشتي وحشتي. انت كان اسمك هنا ناسي. والله انا شخصيا ناسي. والله يعني ما والله ايوه الاسماء معك اخوك رضوان. رضوان حبيبي يا رضوان. انت مش يعني عايز تقول اسمك انا عارف الموضوع. يعني هناك بعد الاقاويل وبعد الاشاعات وبعد الطموحات وبعد الاطروحات وبعد الافتراءات وبعد المسجات والرسائل ان الاداره لا تبغى ان تعطي الموريسيو صفقاته لكي يداعم الفريق ويذهب بعيدا. يعني انا عايز اقول وي ار اكسلنت. احنا فريق ممتاز مش محتاجين صفقات. الاداره سالت لي اكتر من مره عايز صفقات يا موريسيو. مش محتاج. عارف الشبعان الشبعان هو اللي يقول مش محتاج والفلوس موجود. ولكن الجعان الاقرع هو اللي يقول والله اعطيني 2 باك رايت اعطيني 3 ولكن يعني نحن نرى ان الاداء والله متذبذب. من انتم؟ نحن جميعا يعني والله الاداء متذبذب. انت بتقدر تحكم على رضوان على اول ماتش ولكن تاني ماتش الاداء ما تذبذبش. فيعني نحكم انه ده الحين والله اختم يعني كلامي. تمام. بسؤال وايد يسأل كثير. تفضل. عن من هو المتسبب والمتحكم والمتزعزع عشان ماتش بس بالله عليك في قتل مرق الايه؟ من هو المتسبب ايوه عشان ماتش بس في قتل مارك؟ حتى انت يا رضوان حتى انت بعد الصحافة الدولية تشن هجوم عليك ان تكلم موريسيو وتقول انت الذي تقف خلف هذه الجريمة. قتل مارك ليه؟ عشان كان بيقول عليا مدرب وحش عادي ما الناس بتتكلم. ليش توترت؟ ليش توتر؟ ما بحبش كده. توتر بعد اذنكم انا هنسحب من الحوار بعد اذنكم. بعد نو مور نو مور. يمين شمال هنقلب عند ساكا نهدف عند ستيرلينج. اهي سامعين اهي اهي كده اودي جارد في النص اهي 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 في النص كده تقوم مديله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتس جو. عودا حميدا مرة أخرى. يا عمري بقى شوف لنا موضوع الجواكت ده. العيال نازلة بجواكت واحنا لا ليه؟ في موسم جديد. ما فين الإنتاج فين؟ ما وفي سهرة كروية جديدة. الحاجات دي اللي بتفرق مع النفسية وكده. وفي كورة جديدة. سيب شعر البيت. يسعى الموريسيو البلابيسيو الجميل جدا جدا جدا. آدي الأطافل. الأطافل الحلوة. والجميلة الصغنطتين الجمال. شوف البراءة شوف الجمال شوف العيون شوف الدموع. حاجة في منتهى روعة الروعة. طيب تشكيلة الأرسنال النهاردة برد لأنه ريش جيمز وكوليبالي ومش فاكر مين قدامه ساكا وبارتي توماس حفلة وأوديغارد وإسحاق وعوار والرحيم ستيرلينج وكيمبيمبي وترني ويجلس على دكة البدلاء كل من مويس كين ورياض محرز. إيدرسون في حراسة المرمى زينشينكو روبن دياش وكانسيلو اكي كيفن دي بروين ورودري وبرناردو سيلفا قدامهم الثلاثي جابريل خيسوس وفيران توريس وفيل فودن. طبعا الكاميرات على الموريسيو البلابيسيو بيقرا عديت ياسين وبيسأل الله سبحانه وتعالى انه يفوز باحداث هذا اللقاء. طبعا استطاع نادي الارسنال انه هو يفوز في ثاني مواجهاته بثلاثية نظيفة ولكنه خسر في المواجهة الأولى أمام ويستهام يونايتد بنتيجة 2-1. الله الله. تلقى من ناحية الشمال عند رحيم ستيرلينج
اللي فيه كلام كبير قوي 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 على انه سيتم الاستغناء عنه ان ما كانش خلال شباك الصفقات الحالي او شباك الانتقالات الحالي. الله، حلوة 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 حلوة. دي الليلة عيد، دي الليلة عيد، والليلة ليلة عيد في ملعب الامارات. حلوة 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 حلوة. ده ايه الباص رو ده؟ ده ايه ثرو باص ده؟ ده حاجة في منتهى روعة الروعة مامي، حاجة في منتهى روعة الروعة. عد يا مامي الله يخليك عشان اعرف اعلق. حلوة حلوة ثرو باص ايه؟ زي الكتاب ما بيقول، زي البوك ما بيقول. حلوة حلوة حلوة. 1-0 يلا نتيجة باينة تماما 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 على وجه الموريسيو. وادي مايلو عجم الموريسيو بيقول له سيدني بقى بالله عليك سيدني اكسكيوز ما اي وانت تو بي، عايز ابي بي ابوس ايدك، محصور جدا جدا جدا. ولكن هنشوف انطلاقه الولد الشاي ساكا يلعب الكره لحسام ولكن تخطف منه. كان عرض على الموريسيو البلابيسيو، وعرفنا من بعض الصحفيين المقربين الينا انه عرض عليه تماما تماما اوفر للتخلي عن ساكا ولكنه رفض تماما. ليه؟ لانه محدش بيستغنى عن ضناه. يا ابني خلص نفسك، خلص نفسك. طبعا الموريسيو بيمتاز بالحكمة والعقل الرشيد، وبيمتاز دائما بحسن الخلق، حسن الخلق. ادي رحيم ستيرلينج وبو ويو شاطها في زميله، شاطها في زميله اوف سايد اوف سايد. مايلو عايز يبيبيه، جاله مره تانية، ظاهر في الكادر باصص لي من بعيد بيقول لي ايوه انا عايز اعمل بيبيه ولكن بابا مش سائل فيا. يلعب الكره من ناحيه اليمين للشمال، واحده كده طويله وعميقه. يلعب الكره عند كانسيلو، يلف ويتاتي ويلف ويبقلز، ما تخلوهمش يتدلعوا. يلعب الكرة عند جابريل خيسوس، يمرر الكرة عند زينشينكو ناحية اليمين، عدى زينشينكو. يلعب الكرة عند فيرنبونج. ادي انطلاقة حلوة، ولكن يا سلام نقدر نقول ان الموريسيو بيعاني الامرين تماما تماما تماما. يحاول قلب معطيات الامور ولكنه بعيد. يلعب كرتنا، كرتنا عادي، كل البعد عن ادراك التعادل. مر ال 30 دقيقة لحد اللحظة ما شفتش هجمة خطرة لفريق الأرسنال. انطلاقة من نص الملعب من ناحية جابريل خيسوس. كور جمالية حلوة 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 جميلة. ادي كرة يا سلام. بيقولوا للموريسيو نو مور. العب. بيقولوا للموريسيو هذه انطلاقه من ساكا، ساكا ساكونيا، ابو ساكاسين، ابو ساكاسين عدى حلوه فات وبو. يا راجل يا راجل العب الكوره، العب الكوره على القريب. ضربه ركنيه ولكن ايدرسون مرايش يطلع يمسك الكوره بالمرصاد. فيران توريس، كيفن دي بروين اللي فيه كلام كبير جدا 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 على انتقاله لنادي برشلونة تحت قيادة عمر خالد. ولكن هنشوف وبو. يا راجل ده البلابيسيو بعيد، ده البلابيسيو بعيد. يلعب كورة عرضية ولكن لينو. طبعا بنطلب من مخرجنا ان هو يعمل زوم على وش الموريسيو، هتلاقي ان الموريسيو غضبان تماما تماما اشد الغضب، وبيتساءل وعقله بيدور هل هي بداية الموسم المثالية ولا لا؟ لأن شايفين ان البداية غير، البداية مش هي افضل حكاية ومش هي افضل رواية، لأن سيتي مسيطر على احداث اللقاء. فاضل دي على نهاية احداث الشوط الاول ووقته الاصلي والاضافي معا. ولكن هنشوف الهجمة الأخرانية دي. رحيم ستيرلينج عدى وفات، عدى عدى وفات، عدى عدى وفات. رحيم 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 رحيم. الله 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 الله. This is Mourinho. This is the name I told you. I trust you. الله 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 الله. يا خبر أبيض، يا نهار أبيض. حلوة 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 حلوة. عدى من أولها لأولها في الغرام يا رحيم، الأولى في الغرام يا رحيم، الأولى في الغرام يا ابني.
حلوة حلوة. ده بيدبدب على صدره زي الغوريلا. بيدبدب على صدره زي الغوريلا. هتكمل كده هتقعد في منتهى. هتقعد يا رحيم. الروعة. حلوة حلوة. وادي علامات الحصر على المدرب الأقرع بيب جوارديولا. ايه ده؟ ده واضح ان اللي جاب الجون هو الكسندر اسحاق، ما كانش رحيم ستيرلينج. هو ده رحيم ولا اسحاق؟ ولكن الكاميرات اشارت الى ان اللي احرز الهدف رحيم. ولكن مش مشكله، استراحه قصيره ثم نعود واحداث الشوط. شغال احب اسحاق اكتر. فالى غرف خلع الملابس. يلا يا اولاد زي ما احنا، يا اولاد زي ما احنا. اللي جاب الجون مش مشكله، هبقى اشوف الموضوع ده في الفار. شغل فانسي وشغل عوق ملناش دعوه بيه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا احداث الشوط الثاني بين الفريقين الكبيرين، نادي الارسنال بقياده الموريسيو المحترم تماما، ومانشستر سيتي بقياده البيب جوارديولا. ادي جابريل خيسوس النهارده. حلوه. كانت عايزه ببوز رجله يديها بالزلموكة من تحت. حلو. ادي انت تاخد اوردجر عدى مارتن يرفوح يا راجل. ضربه يا حكم ببوز رجله، ولكن ريس جيمس يلعب العرضيه، ولكن ادرسو مراش يلعب الكره عند حسام يلعب لحفله. الحفله متاخره. ليه الحفله النهارده متاخره؟ صح متاخره. احسن يا ولاد، احنا احسن بكتير. في كلام عن ان الولد الشقي جيرمي دوكو، طبعا عارفين الدوكو ده بيستخدم في عمليات الميكانيكا، وعند الميكانيكي الدوكو لما نيجي بنصنفر البيبان بنحط لها دوكو. دوكو رايح فين؟ رايح ليستر سيتي. طيب بعض الناس بعتت لي رسائل على الواتس. يا ولد على يا ولد ابلكيشن الواتس. بعد تقول لي ايه؟ تقول لي يا كابتن مدحت خلينا. قلت لك يا كابتن مدحت، هل الموريسيو نقدر نقول ان هو ستتم اقالته هذا الموسم خاصة بعد خلينا نشوف الهجمة دي. لو برناردو عدى دفات. اي. حلوة. ده اداها له من تحت لفوق. قال له ايه؟ خد يا موريسيو. حلوة من جابريل خيسوس. خلصت فيك كل الكلام يا معلم القلب الغرام. حلوة. الموريسيو هيكاكي مننا. خدها محرز، خدها مويس. يلا مارتينيلي. تغيير ثلاثي يجريه الموريسيو حاليا، ولا ثنائي مش عارف. يلا انا هتعادل. ولكن نزول المويس كين ورياض محرز الذي يبحث رويدا عن التعادل العادل عن طريق اقدام رياض محرز. هنشوف. عدى ريس جيمس الواحد التاني يلعب الكره العرضيه ولا ايه؟ عدى دفات. يا راجل خلص يا راجل الكره من رجل. ادي انطلاقه لبرناردو سيلفا من نص الملعب، يطلع الكره عند فيل فودن. ايه بقى؟ حلوه. ولكن البرد لينو في المرصاد. ادي انطلاقه. يا راجل والنبي يا خبر ابيض. حلوه. وفسايد حكم. وفسايد حكم ولكنها ضربه مرمى. كفايه بقى مين اللي نزل؟ الموريسيو يعاني. مين اللي نزل؟ خروج الجابريال خصوص. ونزول فلاحوفيتش، نزول الصفقه الناريه الصربيه محمود فلاحوفيتش. ادي مويسكين في شبه من توماس حفله، ولكن مارتينيلي يلعب الكره عن تيرني اللي بيزيد. ولكن يا راجل العب السهل يا راجل، بلاش رعون. انطلاقه حلوه عند فلاحوفيتش. عدى دفات. لو بص على البعيده عند الكيفن. لمسه ولسه يا راجل. فاول يا حاكم، ضرب الجزاء، ولكن الحكم بيقول العب ما فيهاش حاجه. الموريسيو محتاج ايه؟ موريسيو محتاج الستر، ومحتاج الصحة، ومحتاج ان هو يهدى ويترانكيلو، لان البداية سيئة تماما. يا ابني السرمة هذا الموسم حتى الان. ضغطين يا جماعة. هاي براس اخر دقايق. اعود من جديد.
أعود من جديد وأقول دائما أنا هنا وانطلاقة هنا وكرات أخرى وكرات خطيرة والهدف هو كيفن. هو كيفن. كيفن دي بروين بأقدام كيفن بأقدام دي بروين بأقدام البلجيكي بكرة الرابع هي انطلاقة ولا ثالث والله لا أتذكر هي كرات من قلب دفاعات مهلهلة دفاعات مهشاشة دفاعات لا تفقه شيء والله جميل والله جميل وتثبت دائما للجميع أنك أنت الفقاعة وأنت مدرب على الله ولا تفقه شيء في عالم كرة القدم بداية ولا أنيل لدور إنجليزي آخر ثلاثية مقابل هدف خروج فودن ونزول لاعب أسمراني آخر وانطلاقة أخرى وأهداف أخرى بأقدام كيفن 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 دي بروين راحت راحت يا البلابيسيو هي انطلاقة من فريق سيتي هي انطلاقة ديابي ونزول اللاعب الفرنسي ديابي القادم من الدوري الألماني القادم من الكرة الألمانية ولكن أعتقد معها ستكون صافرة نهاية أحداث اللقاء كرة أخيرة وكرة أخيرة كيفن دي بروين راحت راحت ثلاث مباريات ثلاث مباريات في النصف الأول في انطلاقة أولى خسر منها الموريسيو خسر منها الموريسيو لقاء أين وفاز في لقاء ليثبت للجميع أنه فقاعة وبداية ولا أروع وبداية ولا أجمل وبداية ولا أحلى لهذا المدرب الذي لا يفقه شيء في عالم كرة القدم إمام الموريسيو الأبيض أكبر مدرب على الله رحمك الله يا مارك.